الأم وجودها حياة، دعواتها نجاة، وتحت أقدامها الجنة. هي اللي كانت تسهر عشان حضرتك تنام، وتحرص إنك ما تكون في المدرسة يوعان، وتختار لك غداك وعشاك وكل اللي تحبه بإتقان، وتصفي وتفرح من قلبها لأنها تنتظر هاللحظة من زمان. بس في شخص مهمشينا وسحبين عليه وهو موجود في كل اللي صار. حبيت أقول لك إن يوم أمك كانت ترضعك أنا اللي مسوي الحليب ومجهز المرضاعة بنفسي عشان حضرتك تسكت وتنام، ويوم كانت تلحقك تعطيك أكل المدرسة كان في دريول ينتظرك كل يوم الساعة 6:30 الصبح مخرب رقادة عشان يوصلك، وغداك وعشاك اللي كانت تختاره لك الظاهر نسيت إن في آدمي وراها قاعد ينزل جاري ويدفع الحساب بإتقان. لا فرحانة حضرتك في حفل تخرجك قاعدة تصفق وتصيح، المفروض أنا بعد أصيح وأصفق يمها، بس انزلت وهدتني قاعد أدور بارك بمحصل، وكل ذي لأنها متأخرة مع المكياج. فرجاء احترموا نفسكم ولا تنسون دور الأب بحياتكم، ودخلوا على أبليكيشن فلو ورد وطلبوا حق أبوكم هدية وباقة ورد بإتقان. أكو لقيت بارك